بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. بالطبع خلاص خلال الساعات القليلة القادمة الكل بيستعد لانطلاقة جديدة لموسم جديد ببطولة الدوري العام. ضربة البداية هتكون يوم الجمعة، لكن مباراة الأهلي هتكون مع المقصة إن شاء الله يوم الأحد القادم. فبالتالي هنتابع المستجدات خلال المرحلة اللي جاية، وهنشوف الجديد بالنسبة للنادي الأهلي ومشواره المحلي والإفريقي خلال الساعات القادمة. نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة، وهو بالطبع مع بداية الموسم المحلي بنطرح السؤال لكل مشاهدي قناة الأهلي من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وجاوبونا على هذا السؤال: توقعاتكم لتشكيل الأهلي مع انطلاقة بطولة الدوري في الموسم الجديد، الرؤية الفنية، كل واحد يحط نفسه كأنه المدير الفني، ممكن الأهلي يبدأ مباراة الدوري بأي تشكيل؟ الفقرة الأخيرة نعرض كل المشاركات، وقدر الإمكان بنحاول نعرض كل آراء الجمهور اللي بالتأكيد بيشرفنا بالمتابعة وبالمشاركة من خلال برنامج الترند. لكن سريعا ندخل في عناوين حلقة النهاردة. في ترند الأهلي: الفريق الأول يواصل تدريباته استعدادا لانطلاقة الدوري. وكمان في ترند الأهلي: كاف يعلن عن موعد ومكان السوبر الإفريقي الجمعة القادم. أما في الترند العالمي: إدانات واسعة لواقعة العنصرية في دوري أبطال أوروبا. طبعا أحداث مهمة خلال الفترة اللي جاية، والحدث الأبرز كان بالأمس الواقعة العنصرية اللي حدثت في مباراة باريس سان جيرمان أمام بشكشهير بطل تركيا. لكن بالطبع النهاردة استكمال لمباراة الجولة الأخيرة من مباريات الدوري أبطال أوروبا. في مباراتين الساعة 8:55، أياكس أمستردام هيلعب مع أتلانتا، وميتلاند هيلعب مع ليفربول. لكن في نفس التوقيت هيستكمل مباراة بشكشهير التركي مع باريس سان جيرمان. هذه المباراة اللي توقفت بالأمس في الدقيقة 17 هتستكمل هذه المباراة منذ هذه الدقيقة، وتم تغيير طاقم التحكيم بالكامل، والنهاردة في طاقم تحكيم آخر هيدير هذه المباراة بعد واقعة العنصرية اللي حدثت بالأمس من الحكم الروماني، الحكم الرابع سيباستيان كوريتسيكو، حكم رابع هذه المباراة، واللي أثار أزمة كبيرة في الكرة الأوروبية والكرة العالمية. لكن الساعة 10 مساء في 6 مباريات في توقيت واحد: بايرن ميونخ هيلعب مع لوكوموتيف موسكو، ريد بول سالسبورغ في مواجهة مع أتلتيكو مدريد الأسباني، ريال مدريد أيضا هيلعب مع بروسيا مونشون جلادباخ الألماني، إنتر ميلان في مواجهة مع شختار دونيتسيك الأوكراني، مانشستر سيتي مع مارسيليا، وفي الختام أولمبياكوس اليوناني مع بورتو البرتغالي. الجولة الأخيرة جولة الحسم، لكن بالطبع ننتظر الجديد خلال الساعات القادمة ومعرفة من سيتأهل إلى الأدوار القادمة. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل فقرة ترند.